يا ترى ممكن نكسب فلوس من شاتر ستوك من غير ما نبيع اي صورة ومن غير حتى ما يكون عندنا كاميرا؟ طبعا ممكن، ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. تابعوا معايا وهقول لكم ازاي نعمل كده، وهقول لكم كمان انا كسبت كام من شاتر ستوك من غير ما ابيع اي صورة ومن غير اي مجهود. ازيكم، انا امنيه بلبع، جرافيك ديزاينر وفوتوجرافر. اي حد فينا بيدخل على موقع شاتر ستوك، سواء الموقع اللي بنشتري منه الصور او موقع الكونتريبيوترز اللي بنبيع عليه الصور او الفيديوهات، بيلاقي فوق زي اعلان كده بيقول انك لو عملت دعوه لحد علشان يشترك في شاتر ستوك ممكن تكسب لغايه 200 دولار. بس يا ترى المعلومه دي حقيقيه؟ الاجابه اه ولا. طب ازاي انت فعلا ممكن تاخد لغايه 200 دولار لما تعمل دعوه لحد علشان يشترك في شاتر ستوك؟ بس هل مجرد ما انت تعمل دعوه لحد وهو يشترك في شاتر ستوك هتاخد 200 دولار؟ الاجابه طبعا لا. امال الدنيا بتمشي ازاي؟ اولا في نوعين من الريفيرلز او الحالات، يعني انك تعمل دعوه لحد عشان يشترك في الموقع. الاول لو اللي انت بتعمله دعوه ده هو الفنان اللي بيبيع صوره او تصميماته او فيديوهاته على موقع شاتر ستوك. اما النوع الثاني انك تعمل دعوه لكاستمر، لمشتري واحد بيشتري الصور علشان يستخدمها زي الجرافيك او الويب ديزاينر. وكل نوع منهم ليه شروط. لو انت هتعمل دعوه للكاستمر او الشخص اللي هيشتري صور، انت بتاخد 20% من اول مبلغ هو بيدفعه في الاشتراك الشهري للموقع. بس في 3 شروط علشان الموضوع ده يحصل. اول حاجة ان الاكاونت يكون جديد، يعني هيعمل ساين اب باللينك بتاعك، يعني ما يكونش الايميل ده اشترك بيه قبل كده في شاتر ستوك حتى لو ما كانش اشترى او دفع اي فلوس لشاتر ستوك قبل كده. تاني شرط ان الشخص يدفع للموقع في خلال 30 يوم من تسجيله، يعني من وقت ما انت بتديله اللينك ويسجل بيه لغاية ما هو يعمل اشتراك فعلي ويدفع للموقع ما يعديش شهر. لو عدى اكتر من شهر وبعدين حتى لو هو بعد كده دفع للموقع انت مش هتاخد اي حاجة. وتالت شرط ان النسبة دي ما تعديش ال 200 دولار، وده الرقم اللي هما كاتبينه فوق في الموقع، يعني ده الحد الاقصى اللي انت ممكن تاخده من الريفيلز في المرة الواحدة. طيب لو الشخص ده هيبيع صور مش هيشتري، اول حاجة لو هو هيبيع صور كل صورة انت بتاخد عليها 4 سنت كل صورة هو بيبيعها، وده لمدة 2 سنين من اشتراكه، يعني من اول ما يشترك لمدة 2 سنين اي صورة هو هيبيعها انت هتاخد على كل صورة 4 سنت. اما لو بيبيع فيديوهات فكل فيديو هو هيبيعه انت هتاخد عليه 10% من سعر الفيديو اللي هو باعه، وده لمدة 1 سنة من اشتراكه. يعني لو في شخص سجل باللينك بتاعك ورفع حتى 1000000 صورة وكلهم اتقبلوا على الموقع لكن ما باعش ولا صورة، انت مش هتاخد اي حاجة. احنا بناخد بس نسبة على المبيعات اللي بتتباع بالفعل. طبعا النسبة دي مش بتأثر خالص على الشخص اللي بيبيع الصور نفسه، يعني النسبة دي الموقع بيدفعها من معاه، ملهاش اي علاقة، مش بتتخصم او بتأثر على الشخص اللي بيبيع الصور. يعني انا لو عملت اشتراك باللينك بتاع حد مثلا، لو انا هبيع الصورة وهاخد مقابلها 10 سنت، هو انا هاخد ال10 سنت بتوعي زي ما هو، وكمان الموقع هيدي 4 سنت اضافية للشخص اللي عمل احالة او دعوة للشخص ده علشان يشترك في الموقع. علشان كده بدعوك لو انت اول مرة هتسجل في شاتر ستوك انك تستخدم اللينكات بتاعتي اللي موجودة تحت في الديسكريبشن، علشان ده مش هيقلل ابدا من ارباحك، لكن ممكن يساعد ان انا ازود ارباحي في شاتر ستوك. ودي الاحصائية بتاعت الريفيلرز بتاعتي على شاتر ستوك. زي ما احنا شايفين انا التوتال ريفيلرز ايرنينج، كل الفلوس اللي انا كسبتها عن طريق الدعوات باستخدام اللينك بتاعي هي 80 دولار. ده طول مدة وجودي على موقع شاتر ستوك. تقريبا نصهم من الكونتريبيوترز ونصهم من الكاستمرز. بس لو بصينا هنلاقي ان انا عندي كاستمر واحد بس هو اللي سجل باللينك بتاعي، وانا اخدت من المبلغ اللي هو دفعه 39 دولار و80 سنت، ده من كاستمر واحد بس. طبعا ممكن يكون في ناس تانية سجلت باللينك بتاعي لكن ما عملتش اشتراك فعلي ودفعت خلال 30 يوم، فبالتالي انا ما كسبتش اي حاجة من التسجيل بتاعها. علشان كده لازم ناخد بالنا من النقطة دي، ان لازم اللي يسجل باللينك بتاعي انه يعمل تسجيل. يعني لو انت مثلا تعرف حد معرفة وحابب ان انت تعمل له دعوة او تقول له ان هو يسجل باللينك بتاعك، لو انت عارف ان هو بيشتري مثلا من شاتر ستوك على طول كديزاينر او كويب ديزاينر او ايا كان بيحتاج صور يشتريها، فانت هتطلب منه ان هو يسجل
على طول قبل ما هيكون هيعمل الاشتراك الفعلي وهيدفع الفلوس علشان انت تقدر تاخد نسبة من الفلوس اللي الموقع هياخدها، لانه وارد ان يكون في ناس سجلت بالفعل باللينك بتاعي لكن انا ما اخدتش حاجة علشان هم اتأخروا في الدفع او في الاشتراك. طيب بالنسبة بقى للكونتريبيوترز، انا مسجل عندي من الكونتريبيوترز 4498 شخص، ال 4000 تقريبا 500 شخص، 4500 دول انا اخدت منهم $40. طبعا انتوا شايفين الفرق بيكون واضح ازاي، يعني الريفيلز بتاعه الكونتريبيوترز اقل بكتير قوي قوي من الربح بتاع الكاستمرز. فانا يعني بنصحكم لو انتوا حابين ان انتوا تجربوا في الموضوع ده ان انتوا تتارجتوا كاستمرز، تتارجتوا الناس اللي بتشتري. كمان هنا برضو ده الفرق بين الصور والفيديوهات، يعني الناس الكونتريبيوترز اللي نحملوا صور او اللي بيرفعوا صور على الموقع دول كان اخدت منهم $39.20، اما الفيديو 1.12 يعني $1.12. ده طبعا مش لان الفيديو بيدي ربح اقل، الفيديو بيدي ربح اكبر بكتير من الصور، لكن الصور بتتباع اكتر، يعني الصور على شاتر ستوك بتتباع اكتر، لكن الفيديو لو انت بتنتج فيديو وحبيه على شاتر ستوك ده هيجيب لك ارباح اكتر بكتير من انك تبيع صورة. يعني انت ممكن كل الصور اللي بعتها في الشهر في مرة واحدة تبيع فيديو هتجيب ربح اكبر منها. فلو انت ترجت الفيديوز ده برضو هيكون حاجة بتجيب لك ارباح كويسة. طيب اهم واخر سؤال هنجاوب عليه النهاردة، ازاي اجيب اللينكات بتاعتي اللي احطها او ابعت لها للناس علشان اعمل لهم دعوة للاشتراك في الشاترستوك. اول حاجة من الموبايل لو فتحت الابليكيشن بتاع شاترستوك هنلاقي تحت كده على اليمين علامة البروفايل، لما هنفتحها هننزل تحت هنلاقي ريفيرال بروجرام، هنلاقي اول حاجة ريفير اكاستمر، وده بيقول لك ان انت لما بتعمل شير بتاخد 20% اب تو $200، وتحتيه على طول ريفير كونتريبيوتر، ده برضو بيقول لك ان انت هتاخد 4 سنت على كل صورة و10% على كل فيديو. لو ضغطت على واحدة فيهم كده هيطلع لك علامة الشير دي ان انت تعمل شير لللينك، وممكن تبعته بقى على الفيسبوك على الواتساب على اي حاجة. طيب لو انا عايز اخد اللينك كوبي ده مش موجود على الموبايل، هنجيبه من الويب سواء بقى من على اللابتوب او البي سي او حتى من على الموبايل، بس نفتح موقع شاتر ستوك كونتريبيوترز عن طريق البراوزر مش عن طريق الابليكيشن. هنفتح كده الموقع واللينك طبعا موجود تحت في الديسكريبشن، هنلاقي في الايرنينجز هننزل تحت كده هنلاقي ماي ريفيلز، لما بنضغط عليها بيطلع لنا السامري بتاع الريفيلز لو هو اصلا موجود، ولو نزلنا تحت شوية كده هنلاقي اهو how it works، وهيقول لك invite artist او invite buyer، وهناخد كوبي، هنلاقي اللينك اهو ده اللينك بتاعي، هضغط كده كوبي، خلاص انا كده معايا اللينك كوبي اقدر اروح احطه في اي حته. وبرضو نفس الكلام للكاستمرز، اللينك بتاع الكونتريبيوترز ده اللي بيضغط عليه بيفتح له الموقع بتاع الكونتريبيوترز اللي بيسجل عليه علشان يبيع صور او فيديوز او ديزاينز او ايا كان. اما اللينك التاني بتاع الشراء او بتاع الكاستمرز ده بيفتح له على البورتفوليو بتاعك على موقع شاتر ستوك، يعني انت لما بتضغط على اللينك اللي موجود تحت عندي في الديسكريبشن علشان تبقى كاستمر بيفتح لك البورتفوليو بتاعي، الصور اللي انا ببيعها على الموقع اوريدي، ومنه بقى هتدخل وانت فاتح نفس اللينك تعمل تسجيل علشان تبقى كده سجلت باللينك بتاع الريفيلر بتاعي. بكده نكون خلصنا موضوع الريفيلز بتاع شاتر ستوك. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتسيبوا لي كومنت لو عندكم اي سؤال، وتعملوا سبسكرايب للقناة لو مش مشتركين.